انتشر مؤخرا خبر اقتراب عودة الفنان المغربي سعد المجرد إلى ملاقات جمهوره في حفلات وسهرات فنية بعدما حرم منها منذ إلقاء القبض عليه في كانون سنة 2017. تقارير صحفية أفادت بأنه يحتمل أن يحصل المجرد على تصريح من القضاء الفرنسي للسماح له بلقاء جمهوره عبر منصة الحفلات والمهرجانات بعدما تم منعه من ذلك منذ تورطه في قضية اغتصاب بفرنسا. الفنان سعد المجرد أو طاقم عمله لم يعلن عن هذا الخبر حتى ولو على بعد التوينات التي يشاركها مع جمهوره حول جديد الفني، إذا اصدرت المحكمة الفرنسية قرارا صارما منعه من التحدث لوسائل الإعلام والصحافة. وأبلغ القضاء الفرنسي لمجرد بضرورة عدم الحديث مع أي شخص في تلك القضية التي أفرج عنه منها بكفالة مؤقتة، بالإضافة إلى عدم التحدث مع الصحافة من أعماله الفنية في حين الانتهاء من تلك القضية، بالإضافة إلى عدم السفر لأي دولة عدا بلده المغرب. وكان المجرد يستعد لأكبر حفل في تاريخه بقصر الأنوا بفرنسا قبل أن تنطلق متاعبه باتهامه بالاغتصاب وإلغاء الحفل بعد ذلك. ومنذ ذلك الحين والمجرد محروم من اعتلاء المنصات، وبعد حصول المجرد على السراح المؤقت لمرتين لم يلزمه القضاء والابتعاد عن إصدار أعمال جديدة، لكنه منع من حفلات أو لقاءات تلفزيونية والسفر إلى دول غير المغرب، والذي يحتاج في كل مرة يرغب في زيارته إلى ترخيص من القضاء الفرنسي. وكانت قد ألقت السلطات الفرنسية القبض على المغني سعد المجرد سبتمبر قبل الماضي، حين أعلن القضاء الفرنسي رسميا إعادته للحبس مرة أخرى على خلفية نفس قضية الاغتصاب التي خرج منها بكفالة 100,000 يورو، لكن يبدو أنه لم تكن كافية لحصوله على البراءة ويوجد تهمة اغتصاب جديدة إلى جانب، وهي التي دفعت المحكمة إلى وضعه مجددا في السجن رهن الاعتقال الاحتياطي بانتظار البت في القضية. يذكر أن سعد المجرد أصبح متابعا لدى القضاء الفرنسي بتهمة العنف الجنسي فقط بعدما أسقطت المحكمة الفرنسية عنه تهمة الاغتصاب، وذلك خلال شهر أبريل من السنة الماضية. يوصل الفنان باسم مغني تصوير مشاهدي في بطولة مسلسل سر من تأليف سيناريو حوار مؤيد النابلسي وإخراج مروان بركات وإنتاج شركة ميديا هاوس بيك تشيرز بالمنتجين سامح مجدي ونهلة زيدان. المنتج سامح مجدي أشار إلى أن مغنية نجم في بلاده تتمتع بشعبية واسعة على المصريين والعالم العربي بسبب قدراته التمثيلية العالية، ما يجعله على أصل الخيارات المفضلة بالنسبة للشركة المنتجة، مشددا على أهمية دور مغنية الصعب الذي يعتمد على أداء شخصيات تمر بتحولات كثيرة بسبب الانعطافات الدرامية الحادة التي تقع فيها. صراعات القيمة التي تطرح أمام المشاهد أسئلة حول تكاملها أم تناقصها. ويشارك في هذا العمل الدرامي إلى جانب مغنية في البطولة الفنان السوري القدير بسام كوسا ورقم من نجوم الدراما اللبنانية على رأسهم داليدا خليل وويسان جنة والفنانة السورية رواد عليو. وتجري حاليا عمليات تصوير سير في مواقع مختلفة من لبنان، وتدور أحداثه في خط صعودي دائم في قالب بوليسي ورومانسي يتشابك عبارة الشخصيات في مسار من الألغاز والتشويق والغموض. يشار إلى أن ميديا هاوس بيك تشيرز شاركت مؤخرا في فعالية ميبون في مدينة كان الفرنسية، هو أحد أهم معارض المحتوى الترفيهي في العالم، حيث تم عرض البرومو الخاص بسر الذي حاز على إعجاب المشاركين. صرح الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم أن الجلسة التي جمعت بين المطرب أنغام والملحن رامي جلال داخل الاستوديو الخاص بأمس هي جلسة عمل على أغنيتين جديدتين ستقوم أنغام بضمها لألبومها المقبل. الأغنية الأولى كلمات جمال الخولي وألحان رامي جلال وتوزيع أحمد إبراهيم، أما الأغنية الثانية هي من ألحان رامي جلال لكن الكلمات ما زالت قيد التحضير. وأضاف أحمد إبراهيم بأن رامي جلال كان موجودا ليس فقط للتعاون مع المطربة أنغام لكن ليتسلم أيضا أغنيته الجديدة في ألبومه المقبل، وهي أيضا من كلمات جمال الخولي وتوزيع أحمد إبراهيم وتنتمي إلى نوعية الأغنية الدرامية. وعما حدث من جدل حول مرضه قال المهم للفنان في مثل تلك الظروف والمواقف وليس الدعم بمجرد صورة تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بل الدعم بالعمل الذي يشعر بأنه موجود وأن نساعده على الخروج من دائرة المرض والدخول إلى دائرة العمل التي يبدع فيها. يذكر أن آخر تعاون جمع المطرب أنغام مع الملحن رامي جلال كان خلال أغنية اتجاه واحد من ألبوم أحلام بريئة عام 2015 وكانت من توزيع أحمد إبراهيم. عاد الإعلامي المغربي سيمو بن بشير لمهاجمة الإعلامية المغربية مريم سعيد من جديد بعد أن تداول خبر زواجها من رجل أعمال كويتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد كتب الإعلامي المغربي المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية على إنستغرام تغريدة باركة فيها للعريس، ووصف مريم بأوصاف مهينة. ورغم أن بن بشير لم يذكر مريم سعيد بالاسم، إلا أن كل ما يعرف عداوتهما السابقة لن يكون بسهولة من التقاط الرسالة المشفرة. وقد استكال العديد من رواد مواقع التواصل ما قام بنشره، واعتبر البعض الآخر أن هذه ما هي إلا ردة فعل من شخص حاقد. كما نشر عدد من الفنانين والمشاهير المغاربة تدوينات تضامنية مع مريم سعيد، بينهم الفنانتين نورا سقلي وسامية أقريو والإعلاميين رشيد الإدريسي وصامد غيلان. كما انتشر على مواقع التواصل هاشتاغ بن بشير تنديلا بتدوينة سيموسي مينابل. وكان الإعلامي المغربي قد ظهر في مقطع فيديو فتوى على مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية يسيء من خلال الإعلامية مريم سعيد، سائلا من أين لها كل هذا الرخاء والثروة التي تتمتع بها، متحديا إياها بالقول لا يمكن لمريم أن تحصل على الثروة التي تتباهى بها وأن تشتري حقائب يدوية لماركات عالمية تتعدى 50 مليون دولار، مؤكدا أن ذلك مستحيل أن يكون من أجرها كمذيعة، مطالبا بتوضيح مصدر ثرائها. وتجر الإشارة إلى أن خبر عقد قران مريم سعيد من أحد أثرياء الكويت قد انتشر الأسبوع الماضي، حيث أكدت مصادر بأنها ستستقر بمدينة لندن بعد رفض زوجها لاستمرار عملها في ميدان الإعلام. أعرب السيناريست هاني هزرحان عن سعادته بأولى تجربة درامية في الدراما السعودية من خلال مسلسل وصية بدر، التي تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول علاقة الآباء بالأبناء، كما يناقش مشكلة الأشخاص الذين يقومون بالحكم على الآخر من دون سابقة معرفة به. المسلسل بطولة محمد الطويان، ليلى السلمان، مهند الحمدي، عبد العزيز سكرين، يعقوب الفرحان، سالي زاك، ومرزوق الغمدي، عبد الله الحمدي، ونيف الفواز، عبد الرحمن عبد الله، ومن تأليف هاني سرحان، نبيل عبد الحميد، سيناريو حوار محمود أحمد يوسف، يوسف وجيه، ونسمة سمير، ومن إخراج خالد الرفاعي. يذكر أن آخر عمل للسيناريست هاني سرحان كان مسلسل لمس أكتاف بطولة النجم ياسر جلال، وعرض في شهر رمضان عام 2019. كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد للمرة الأولى عن تفاصيل حالتها الصحية وفصحت الطبيب الذي كاد يقتلها بسبب خطأ طبي، كما تحدثت عن ظروف نقلها إلى باريس والمراحل التي مرت بها. وعبر سلسلة تغريدات عبر حسابها الخاص على تويتر أعلنت فجر بداية عودتها إلى الحياة من جديد، وكتبت الحمد لله حمد الشاكرين بفضل الله سبحانه ثم دعائكم ثم شطارة الدكتور ألكسندر رولت، ربي نجاني مما كنت فيه وبديت مرحلة إعادة التأهيل للعودة إلى الحياة المعتادة من جديد. وعن تفاصيل العملية التي أجرتها قالت فجر العملية لم تكن سهلة، إنها عملية كبرى استمرت أكثر من 8 ساعات، أخذوني من الغرفة الساعة 17 5 دقائق وعادوني عند 19 في الليل. وتابعت الدكتور ألكسندر رو قال إن العملية الأولى كانت إنقاذ حياتي لأن وضعي الصحي كان سيئا جدا، وكان هناك غرغرينا في الأمعاء وتسمم بالدم وجرثومة. وتابعت فجر تفاصيل العملية فقالت إن الطبيب أخذ العملية الأولى على عاتقه ومسؤوليته، وكان يعلم أنها مخاطرة، وقال لها كانت مخاطرة لكن كان لابد من إنقاذ حياتك. وتابعت بعدها بقيت في العناية المركزة شهرا كاملا، ثم خرجت إلى غرفتي ملاحظة تحت رقابة الطاقم الطبي لأنني حتى تلك اللحظة لم أكن أستطيع التحرك، فقط يدي كانت تتحرك قليلا. وروت فجر تفاصيل معاناتها فكتبت استمريت في غرفة الملاحظة شهرين، وبعد مرور 3 أشهر على العملية الأولى في باريس تم تحديد العملية الثانية بعد إراحة الأمعاء كلها في 3 أشهر، وحاولت خلال هذه الفترة أن أضغط على نفسي في العلاج الطبي للعودة للمشي، وكنت أخذ في اليوم 3 حصص مع الدكتور محمد قنجراوي لإعادة تأهيل العضلات والأوتار المتوقفة. وأوضحت فجر أن الطبيب محمد قنجراوي هو طبيب سوري مقيم في فرنسا ويعمل في إحدى المستشفيات الجامعية، وأنها بعد 40 جلسة علاج طبيبي عادت للمشي من جديد، تحركت كل عضلات جسمها بعد أن كانت بحسب تعبيرها معوقة لا تتحرك إلا عين ووجهة واحدة فقط. وعن أصل قضيتها وحققت ما حصل معها فاضحت فجر الطبيب الذي أجرى لها العملية الأولى وقالت عودة من جديد لأصل القصة والعملية التي أجرها الدكتور موسى فورجيد والعملية الثانية التي يدعي بأني سأظل ممتنة له طول عمري لأنه أنقذ حياتي، ولا أعلم كيف أنقذ حياتي وممن إذا كان هو من أجرى العملية الأولى التي أدت إلى انهيار حياتي،
هل أنقذ حياتي من نفسها؟ وتحدثت فجر عن حقيقة ما حصل معها لدى إجرائها العملية التي بدأت معها مصاعبها الصحية. فقالت: تدهورت حالتي الصحية وتقفت كل أعضائي الحيوية، قلب ورئة وكلي وكبد، ولأن المستشفى الخاص غير مهيئ لمثل هذه الحالات المتدهورة تم نقلي إلى مستشفى مبارك وفي العناية المركزة. للأسف التقطت جرثومة، وهنا قرر الأهل أن يهسروني للعلاج بالخارج، وقرر وكيل الصحة إرسالي للعلاج في لندن. وأثناء ذلك وصل البروفيسور عايد القحطاني، وبعد الفحص على حالتي اقترح إرسالي إلى باريس ومستشفى فوش تحديدا لأنهم متخصصون في حالتي. وعن تفاصيل رحلتها قالت: سافرت إلى باريس ورافقتني في رحلة السفر دكتور موسى خرشيد، واشتكى لأصدقائي بأن الطائرة بلا تكييف ساعتان تحمل الحر، ويجب أن أشكره. طيب أنا المريضة دكتور التي في غيبوبة ومسافرة في طائرة ليس فيها مكيف، كيف سيكون وضعي؟ من سيشكرني؟ وتابعت: وصل إلى باريس واستقبلوني في المستشفى واضطروا الاستعانة بالدكتور موسى خرشيد لشرح الحالة، لأن تقرير مستشفى مبارك لم يصف الحالة الدقيقة. وبينما أهلي ينتظرون النتيجة، خرج لهم دكتور موسى مهللا بأنه نجح في إقناع الفرنسيين بأن لا يجروا لي العملية، فهو مجرد دمل ويمكنهم إخراجه بالإبرة. وأكملت فجر: لم يقتنع الفرنسيون بكلام دكتور موسى وأصروا على إجراء صورة ليتأكدوا من الحالة الصحية. ظهر لهم بأن الموضوع أكيد من دمل، وأصر الدكتور الفرنسي على إجراء العملية. وصدم فيما رأى بكل الأمعاء هناك غرغرينة ولون الأمعاء بني غامق، وبدأ العمل لإنقاذ حياتي، وكما أسماها إنقاذ حياتي.